أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إنهم كانوا
وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وجعلنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرا بينهم كل إلينا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنون
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا بلاغا لقوم عابدين وما إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم.